بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين لازال حديثنا في باب البيان والتعريف ولزوم الحجة من كتاب الكافي الشريف. ذكرنا بأن الهداية إنما هي من الله سبحانه وتعالى. لأنها كمال وكل كمال يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فالله هو الذي يهدي المؤمن هداية تكوينية. لكن ليس ذلك بمعنى جبره على الهداية، وإنما بمعنى أن الله سبحانه وتعالى خلق المؤمن مختارًا، فهو بحسن اختياره يسلك الطريق الموصلة إلى الهداية. فالله سبحانه وتعالى يلقي في قلبه الهداية، "إنك لا تهدي من أحببت" ولكن الله يهدي من يشاء والإنسان الذي ظل الطريق الله لم يهده بمعنى أن الله سبحانه وتعالى خلقه مختارا وأراه الطريق لكن هذا الإنسان بسوء اختياره لم يسلك الطريق الموصلة إلى الهداية فالله سبحانه وتعالى يخذله ويتركه وشأنه فيضل أما الهدايه التشريعيه بمعنى انزال الحكم عبر الانبياء وانزال التشريعات الالهيه بواسطتهم فهذا حصل للجميع بمعنى ان الله سبحانه وتعالى انزل الحكم والانبياء بلغوا ومن بعد الانبياء الاوصياء فوصل الكلام الى الناس فالبعض قبل هذه الهدايه فالله هداه والبعض رفض هذه الهدايه فالله سبحانه وتعالى اضله الان الاحاديث التي نريد ان نقراها في هذه الحلقه الحديث الرابع والخامس والسادس دلاله هذه الاحاديث في امتداد دلاله الاحاديث الماضيه وحاصلها ان الله سبحانه وتعالى لم يكلف الانسان الا ما اتاه فاذا لم يؤته شيئا لم يكلف بذلك الشيء ولم يكلفه الا ما يطيق فاذا لم يطق شيئا لم يكلفه بذلك المعرفة هذه قد تكون بمعنى معرفة أصل وجود الله. الله سبحانه وتعالى أعطى وسيلتها للإنسان. أعطى للإنسان الفطرة والعقل والإنسان عبر فطرته وعبر عقله يتوصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى إجمالا بمعنى أن له خالقا رازقا وأن هذا الخالق الرازق محلى بالكمالات ومنزه عن النقائص. هذا في فطرة وعقل كل إنسان سليم العقل موجود. وكما تلونا الآية في تأويلها: "وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟" قالوا: "بلى". الإنسان بفطرته وبعقله يتوصل إلى وجود الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة ما يتمكن الاحتجاج بأني كنت غافلا عن هذا أو أن سوء تربية الآباء هو الذي أوصلني إلى الالحاد او الى الشرك لا يتمكن من ذلك لان هذه الفطره وهذا العقل موجودان في كل انسان عاقل. فاذا معرفه اصل وجود الله هذا الله سبحانه وتعالى اعطى للانسان وسيلته. نعم المجنون غير مكلف. لماذا المجنون غير مكلف لانه لا عقل له لكي يستدل بعقله على وجود الله وعلى توحيده او الطفل الصغير الرضيع قبل ان ينمو هذا لا يحتج عليه لانه لم يكن له عقل وهو رضيع حتى عبر ذلك العقل يتوصل إلى النتيجة المرجوة، فهذا مرفوع عنه التكليف. الله سبحانه وتعالى إذا لم يعطي أداة شيء لإنسان لم يكلفه بذلك الشيء، لأنه عادل، ومن الظلم أن تكلف الإنسان ما لا يتمكن عليه، ما لا يقدر عليه. لكن الله سبحانه وتعالى إذا أعطى أداة شيء للإنسان وكان يقدر، هنا يمكن أن يكلفه، يعني مثلا الأعمى لا يتمكن من الجهاد، لأن الجهاد يحتاج إلى نظر رؤية، فهذا ليس على الأعمى حرج. المريض الذي لا يطيق الصوم، الله سبحانه وتعالى رفع عنه الصوم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. إذا إنسان مصاب مثلا بالشلل لا يتمكن من القيام في الصلاة لا يطلب منه القيام في الصلاة. زين. هسه احنا المسائل التوحيدية أو أصل المسألة التوحيدية هذه المساله الله سبحانه وتعالى اعطى اداتها للانسان اما سائر المسائل وخاصه المسائل الفرعيه وخاصه مصادقها الانسان الله سبحانه وتعالى لم يعطه وسيله بنفسه لكي يكتشف هذه الاحكام يعني مثلا صلاه الصبح ركعتان وان صلاه الصبح مشترطه بالوضوء والقبله وانها تبدا بالتكبيره ثم القراءه ثم الركوع ثم السجود وهكذا هل الانسان له اداه للتوصل الى هذه التفاصيل يمكن الانسان بعقله يدرك بان شكر المنعم واجب وانه لا بد من عبادته لكن كيف التفاصيل عاده الانسان لا يتمكن ان يصل اليها حتى اعقل العقلاء اكبر الفلاسفه لا يتمكن من الوصول الى ذلك فلذلك الله سبحانه وتعالى ارسل الانبياء واختار للانبياء من بعدهم اوصياء الله لا يفعل عبث منزه عن ذلك افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون تعالى الله، الله خلق الانسان لم يجعل له وسيله معرفه تفاصيل الاحكام ولذلك ارسل الانبياء والرسل. بعد ارسال الانبياء والرسل لازم احنا نتبعهم فاذا اتبعناهم اهتدينا، لكن لا احد يجبرنا على ذلك. حتى الله سبحانه وتعالى لم يامر انبياءه باكراه الناس على قبول الدين، وانما امرهم بالتذكير فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. وفي ايه اخرى الله سبحانه وتعالى يقول لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الله بين طريق الرشد هذا وطريق الغي ذاك. لكن هل يكره الناس على ان يسلموا على ان يؤمنوا كلا لا اكراه في الدين لذا اذا واحد يريد يبقى على كفره لا يكره على ان يدخل الى الاسلام نعم يدعى الى الاسلام وهذه الدعوه كانت عمل الانبياء والاولياء والان ايضا نحن علينا ان ندعو الكفار الى الدخول إلى الإسلام أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن نعم إذا كانوا معاندين وأرادوا تخريب الدعوة هناك آية أخرى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم يعني إذا واحد جرد السلاح ويريد أن يقاتلك هنا لا تفيد وإذا لم تفد معه الموعظة الحسنة فأن تدافع عن نفسك ولو استلزم دفاعك أن تقاتله فإذا الذين يقولون الآن هناك بعض الجهات الفكرية من غير المسلمين وهناك بعض الأتباع لهم أيضا بين المنتحلين للإسلام الذين هم بالهوية مسلمون ولكن في الواقع والباطن ليسوا بمسلمين يطلع واحد من مفكرين من المفكري الغربيين يقول إن الله أعلى شأنا من أن يبين لنا الطريق فلذا إحنا نشرع بعقولنا الله أعلى شأنا هذه فد مغالطة من جهة أخرى زين جواب انه الله اعلى شانا من ان يخلقنا فخلقنا صحيح الله اعلى شانا لكن علو الشان لا يمنع من اللطف بالخلق بان يخلقهم هو عال الشان لكن هذا لا يمنع من ان يلطف بالخلق وان يبين لهم الاسلوب الصحيح اذا نريد نمثل فد مثال اذا انت عندك مثلا مجموعه من الدواجن الاهليه في بيتك لا تقول انا اعلى شانا من ان انظم امور هذه الدواجن صحيح انت اعلى شانا باعتبارك انسان الانسان ولقد كرمنا بني ادم بشرط ان لا يتخذ اسلوب فيصير انهم الا عام بل هم اضل انت الله كرمك بس لكن هذا لا ينافي ان تبين أن تنظم طريقه لهذه الدواجن بحيث انه لا يتأذون. الله سبحانه وتعالى عالي الشأن لكن لطيف رحيم ولا يضره شيئا اذا هدى الناس الى الطريق الصحيح وقد بين لهم لطفا ورحمه بهم. الحديث الرابع الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام سأله أحد الأصحاب حمزة بن محمد عن معنى قوله تعالى: وهديناه النجدين. كلمة نجد بمعنى المرتفع من الأرض العلو وإنما يسمى الطريق نجدا لارتفاع الإنسان ارتفاعا معنويا يوصله الى حاجته او لظهور الطريق، الطريق حتى من الاماكن البعيده تشوفه انت، لذلك سمي نجدا من هذه ال... بهذه المناسبة. الله سبحانه وتعالى هداه النجدين، يعني شنو هداه النجدين؟ يعني هداه الى طريق الشر بمعنى انه قال له اذهب في طريق الشر، كلا هديناه النجدين يعني أريناهم الطريق. انت واقف هنا في صحراء قاحله الدليل يقول هذا الطريق يوصل الى الماء والكلى والقرى وذاك الطريق يوصل الى المتاهة والى الجفاف والى الحلاك والموت زين هذا الدليل ماذا فعل ارى الناس المسافرين الطريقين طريق النجاة وطريق الهلاك الله سبحانه وتعالى وهديناه النجدين كيف هدى النجدين بيّن طريق الخير الموصل إلى الجنة وطريق الشر الموصل إلى النار هذه النواهي التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها عن أمور هذه الأمور هي أمور قبيحة من الفواحش هذه أمور من السيئات توصل الانسان الى نار جهنم. اما المأمور بها كالصلاة والصيام والحج والصدقة وصلة الارحام وما إلى ذلك. هذه امور توصل الانسان الى الجنة. فهديناه النجدين بمعنى قال نجد الخير والشر بينه له فأمره بسلوك نجد الخير. ونهاه وحذره عن سلوك نجد الشر. في الحديث الخامس عبد الاعلى يسأل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، يقول له: أصلحك الله. أصلحك الله هذا الدعاء يعني ندعو أن الله سبحانه وتعالى يستمر في صلاحك وإصلاحك، لأن الإنسان حتى المعصومين في كل لحظة من لحظاتهم يحتاجون الى الله سبحانه وتعالى. فالمعصوم هو على الصراط المستقيم. لكن اصل وجوده على الصراط المستقيم واستمراره على الصراط المستقيم انما هو بلطف من الله سبحانه وتعالى. فلذا الرسول صلى الله عليه واله عندما يصلي ويقرا سوره الحمد ويقول اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء حقيقي. يعني الاستمرار على الصراط المستقيم انما هو بلطف من الله سبحانه وتعالى. زين الله سبحانه وتعالى اصلح المؤمنين بإيمانهم وبعملهم بالصالحات، لكن استمرار هذا الاصلاح بحاجه الى لطف وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ولذلك تدعو للمؤمن وتقول اصلحك الله يعني ابقاك على طريق الصلاح. وكذلك تدعو للامام ايضا اصلحك الله هل جعل في الناس اداه ينالون بها المعرفه المعرفه التفصيليه في التشريعات اما الاصل المعرفه بوجود الله وتوحيده الاداه موجوده وليس السؤال عن هذا الامام قال الله انت بعقلك لا يمكنك ان تصل الى تفاصيل الاحكام الشرعيه وحتى تفاصيل المسائل العقائديه العقديه لا يمكن للانسان ان يصل بعقله بدون وحي من الله سبحانه وتعالى عن طريق الانبياء والرسل. فاذا الانسان بدون هؤلاء لا يوجد فيه وسيله لمعرفه التفاصيل. ولذا اللي يريد بدون طريق الانبياء والاوصياء يريد يوصل الى ما يرضي الله سبحانه وتعالى هذا يضل الطريق. لماذا يضل الطريق؟ لانه لا اداه له. مثل واحد في وسط الصحراء الصحراء القاحله وهو لا يعرف التضاريس وليس معه دليل. هذا يتيح هذا شيء طبيعي انت اللي تريد تسير في صحراء لا توجد عندك ادوات معرفه هذه الصحراء من تجربه مثلا وعلوم جيولوجيه علوم في الافلاك والنجوم ومواقعها وما الى ذلك لا يمكنك ان تصل الى النتيجه المرجوه يكون في السلوك بالمفرده الهلاك حتى لو هذا الانسان يكون اكثر الناس عبقرية يحتاج له الى دليل هذا الدليل يدلي تصير منا 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 لا تروح متاهة منا خطر منا حيوانات مفترسة من هنا سر 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 إلى أن تصل إلى الهدف المنشود قلت فهل كلفوا المعرفة؟ زين أنت ما عندك أداة المعرفة التفصيلية هل الله يريد منك مباشره لا لماذا لان الانسان اذا لم يكن له اداه شيء لا يقدر على النتيجه فلا يكلف ما لا يقدر عليه الامام قال لا لم يكلف المعرفه بالشيء الذي لا يقدر الوصول اليه على الله البيان الله يبين عبر الأنبياء ومن بعد الأنبياء الأوصياء يبين حين ذاك الإنسان يعرف التفاصيل أنت تريد تعبد الله سبحانه وتعالى لا يمكنك أن تعين الطريقة التي يريد الله سبحانه وتعالى أن يعبد بها فالله لم يكلفك بذلك ان انت عين لنفسك طريقة للعبادة واعبد كما شئت. كلا الله ارسل رسل وعين طريقة العبادة. لان الله يعبد من حيث يريد لا من حيث يريد غيره غيره. هذا ابليس عليه لعائن الله. هذا عبد الله اختلط بالملائكة. هو كان من الجن لكن اختلط مع الملائكة الاف السنين. وهو يعبد الله سبحانه وتعالى. إلى أن وصل الأمر إلى السجود لآدم. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. ما سجد، هو كان من الجن لكن كان مأمور أن يسجد مع الملائكة، لم يسجد. وفي بعض الأحاديث هو طلب من الله سبحانه وتعالى أن يعفيه من السجود لآدم في مقابل ذلك يسجد لله آلاف السنوات، سأكو بعض منتحلي الإسلام يقولون أن إبليس هو سيد الموحدين، هو سيد الموحدين لماذا؟ لأنه رفض السجود لغير الله، بل هو كان من الكافرين وأسوأ الكافرين ومن أسوأهم لأنه رفض أمر الله سبحانه وتعالى الله خاطبه قال أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد آني أريد أريد أن أعبد عن هذا الطريق أن تسجد لآدم لا أن تسجد بطريقة لا أريدها سنفرض فد واحد توضأ وصلى صلاة الظهر مثلا أربع ركعات في أربعة دقائق قرأها بسرعة لكن التزم بالشو... بالشروط وترك القواطع والموانع هاي صلاة صحيحة وإذا هو متقي الله سبحانه وتعالى يقبل صلاته إنما يتقبل الله من المتقين لكن إذا واحد إجا هاي الصلاة صلاها طول فيها ساعات في الركعة الأولى قرأ سورة البقرة في الركعة الثانية قرأ سورة آل وطول في الركوع والسجود وبكى من خشية الله سبحانه وتعالى لكن خلاف القبلة عكس القبلة ذاك اللي صلاته كانت أربع دقائق بشروطها وترك موانعها وقواطعها صلاة صحيحة وقد تكون مقبولة وهذا اللي مصلي صلاة مطولة وقد بكي في صلاته وكذا 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 صلاة باطلة لأنه لم يلتزم بالقبلة زين أنت بعقلك تقدر توصل إلى أنه لازم تصلي بطرف القبلة كلا لا يمكن كذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي عين لأنه لم يجعل فينا أداة معرفة تفاصيل الأحكام لذا لم يكلفنا بهذه المعرفة وإنما أرسل رسولا وأنزل عليه الكتاب وأوحى إليه الأحكام ومن بعد الرسول أو صياء الرسول هؤلاء بيّنوا للناس والناس إذا التزموا بتلك التعاليم عملهم كان صحيحا وقد يكون مقبولا وإلا كان باطلا غير مقبول على الله البيان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، فاذا نحن لا نتمكن من معرفه التفاصيل في المسائل الشرعيه الا عن طريق الوحي، وهذا الوحي يكون عن طريق نبي ومن بعد النبي الوصي. ايضا الراوي اللي هو عبد الاعلى يسال الامام عليه الصلاه والسلام عن هذه الآية التي شرحناها في الحلقة الماضية "وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون" شنو معناها؟ الإمام يجيب حتى يعرفهم ما يرضيه وما يسخطه يعرفهم انه الله سبحانه وتعالى يرضيه يرضيه هذا العمل مثلا الصلاة يسخطه هذا العمل ارتكاب الفحشاء الله يبين لهم ثم بعد ذلك يكلفهم هذا قبيح لا تعمله وهذا حسن اعمله لا يحكم بضلال انسان قبل ان يبين له وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قبل البيان الله سبحانه وتعالى لا يحكم بضلال هذا الانسان ولذا كما ذكرنا المسلمون الاوائل في اول الاسلام الذين قتلوا او ماتوا هذه كثير من الفرائض لم تكن نزلت بعد على رسول الله صلى الله عليه واله هؤلاء ما كانوا يعملون بتلك الفرائض لانها لم تكن قد نزلت على الرسول حتى يبينها للناس اين مصيرهم مصيرهم الى الجنه لانهم عملوا بما اراد الله سبحانه وتعالى الى زمانهم الله كان يريد هذا الشيء بالنسبة إلى آية القبلة المسلمون كانوا يصلون باتجاه بيت المقدس في فلسطين، والرسول حينما كان في مكة كان يصلي باتجاه بيت المقدس، لكن كان يقف بشكل اللي الكعبة تكون بينه وبين بيت المقدس، ما كان يبين أن القبلة هي بيت المقدس، لأن الكعبة كانت أمامه. يعني كان يصلي بطريقه اللي بيت المقدس يكون بطرف الشمال وكان يصلي خلف الكعبه بحيث ان الكعبه تكون امامه لكن حينما هاجر الى المدينه المدينه تقع في شمال مكه فبيت المقدس في شمال المدينه والكعبه في جنوب المدينه فهنا التوجه الى بيت المقدس بين انه الرسول يصلي باتجاه بيت المقدس وكذلك المسلمون يصلون باتجاه بيت المقدس وتقع الكعبه خلف ظهورهم اشهر 19 الشهر 17 الشهر حسب كلام المفسرين ثم بعد ذلك نزلت ايه فلنولينك قبله ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره زين هنا بعض المسلمين اجوا سالوا الرسول خلال هاي الفتره قبل تحويل القبلة الى الكعبة مات بعض المسلمين وهؤلاء كانوا يصلون باتجاه بيت المقدس ولم يصلوا بطرف الكعبة الآية تقول وما كان الله ليضيع إيمانكم الصلاة اللي صليتوها صليتوها بأي اتجاه باتجاه بيت المقدس كان بأمر من الله الله أمر كذلك لذا كل تلك الصلوات صحيحة بعد نسخ الحكم تصلي طرف الكعبة صلوات اللي صليتها قبل نسخ الحكم صلوات صحيحة الآن تصلي طرف الكعبة الآن هم صلوات صحيحة كذلك الذين كانوا في الزمن قبل زمن الإسلام هؤلاء كانوا يعملون بالشرائع التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على الأنبياء السابقين زين هذا مات قبل أن يبعث الله محمدا صلى الله عليه واله هو من اهل الجنه او من اهل النار هو من اهل الجنه لماذا؟ لانه عمل بما امره الله سبحانه وتعالى ان يعمل به ما كان مكلف ان يعمل بالوظائف التي انزلت بعد بعثه الرسول محمد صلى الله عليه واله والانسان اذا عمل بوظائفه حسب ما يريد الله سبحانه وتعالى فالله يتقبل منه ان كان متقيا. فاذا وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم يعني يحكم بضلالهم كلا، حتى يبين لهم ما يتقون، يبين لهم محرمات جديده لازم يلتزمون بها، اذا ما التزموا بها ذاك الوقت يكونون عصاة. نسال الله سبحانه وتعالى يوفقنا واياكم لما فيه الخير والصلاح، سبحان ربك رب العزه عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين